قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ إن الحلف يقترب من إقرار أول خطط دفاعية منذ الحرب الباردة. هذا وقال مسؤول أمريكي إنه على الرغم من أنه لم تتم الموافقة رسميا على الخطط الإقليمية، فإن حلف الناتو يتوقع أن تكون تلك الخطط جزءا من سلسلة الأهداف القابلة للتحقيق في قمة فيلنيوس المقرر عقدها يوليو المقبل. Wonderful.